معروفة يا جماعة البنت بتاكل اكتر من الولد. معروفة صحي. بقول لك ايه، انا من البتاع والله لو انا احنا مش عاجبينك ما تفرجش علينا اصلا، احنا لسه جداد اصلا، ما تفرجش علينا، اتفرج على ناس تانية. لا بجد حياتي نرفز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اول فيديو على القناه، فيديو تحدي اكل. والفيديو النهارده احنا جايبين مسطره، اكيد انتوا مش يعني المسطره دي لايه؟ الاكل. اه والله المسطره للاكل. احنا قررنا النهارده نعمل تحدي مختلف شويه، مختلف شويه. هو جبنا اللي هو الساندوتش، يعني كل الاسكندرانيين عارفين الساندوتش. ايه استنى بس، لا ليه الاسكندرانيين كل الاسكندرانيه عارفين مطعم كرم الشام، وهو أيه. عنده ساندوتش كبير جدا، تقريبا اكبر ساندوتش في مصر، فاحنا جايين نقيس اكبر ساندوتش. استنى لو سمحت انا اللي هقيسه. فات بصوا يا جماعه، دي المسطره بتاعتي، دي 80 سنتي اصلا. بصي اول ما اجيب بقيه الوجبه اهو، دي اسمها ايه؟ ساندوتش 50 سنتي يا جماعه. يلا بينا. نص متر، نص متر ساندوتش، نص متر. وده ريزو، رز كده بيبقى معاه حاجات. هي الاوفر ده موجود اصلا في كرم الشام، واحنا اه يعني ولو حد عايز يعرف سعره، سعره مش عارف 120 جنيه اه بالشحن كله. فاحنا جبنا الحاجات دي عشان نجربها معاكم النهارده، اكبر ساندوتش في مصر. بصوا ده ريزو، بس هو مجهد شويه. احنا جعانين يا جدعان الصراحه، احنا قلنا ايه نصور فيديو احنا بناكل اصلا. او هو يا جماعه اصلا هو صاحب الفكره، تمام، هو اصلا عامل الفكره دي عشان اصلا كان عايز يعمل فيها المقلب اللي فات اللي انتوا هتشوفوه. أيوة. قبل ده. ايوه انا جايبه. هو قرر يعمل الفكره دي عشان بس يعمل فيها المقلب، مش عشان اصلا يصور بتاع ده. ماشي، بس انا مش هسيبه وهعمل فيه مقلب، وهعمل فيه مقلب كتير قوي قوي قوي. الساندوتش دي لوحه، دي لوحه فنيه. قبل ما نبتدي التحدي يا جدعان، تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتخشوا تتفرجوا على المقلب اللي انا عملته فيها قبل الفيديو ده. بصوا بقى عشان نبقى متفقين، تمام؟ انت ليك كوبايه واحده بس في البتاعة دي. انت كلبة بيبسي. كوبايه ونص كوبايه. لا كوبايه ايه ونص كوبايه ايه، انا بحب البيبسي. ثواني ثواني انا بتكلم. انا بتكلم. البتاعة ده 50 سنتي. انا 30 وانت 20، او انا 35 وانت 15. انا جعانه. طب ايه رايك بقى ان انا معروفه يا جماعه البنت بتاكل اكتر من الولد. معروفه مش صحي، خليه ياكل معانا. يبقى انت 10 سنتي وهو 10 سنتي، يعني انا 30 بتوعي مش هيقل منه بقى دي يا جدعان الكتكوته دي. طب يا جيتو ده، ما انت بقى عليك 10 سنتي هنا، فانت مش هتفيدك. انا كنت شفت في الصوره كان فيها فراخ. فين الفراخ؟ كلت الفراخ انت؟ لا والله، لا لا انت كلت والله لسه فاتحه دلوقتي. بقول لك ايه، انا من البتاع والله. ده وقعت على يا جماعه. بصوا الساندوتش بجد بجد تحفه. انا اول مره اجيبه، اول مره اجربه، فهنجربوه سوا. اه اهو استنى نمسكه مع بعض. بصوا يا جدعان الساندوتش، بسم الله ما شاء الله، يعني كبير قوي. انا مستحيل اكله، يعني لازم ولا انت هنقدر ناكله. كبير جدا. احنا عايزين معالق هجيب الحاجه وجايه. وابتدا قول لهم بقى ان الفيديو ده عايزين يجيب كام لايك وكام كومنت. قول لهم وانا اقول لهم. قول لهم كمان يعملوا لايك، ويعملوا لايك على الفيديو، ويعملوا سبسكرايب في القناه. هجيب الحاجه وجايه. بالظبط. والناس كلها اللي بتكتب لنا في الكومنتات انتوا فوق دماغنا. وبص عشان ما انساش اسمها ايه، ساندي. ساندي كنت عايز اكتب لها على الجبس وكده، بس يا ساندي انا مش نسيتي، ومامتك ما تزعلش وتقول لجوزها ان هو لا انا قلت اسم ساندي في الفيديو من غير ما اكتبه على الجبس كمان. واي حد عايز اسمه يتقال في الفيديو الجاي يقول لنا، وكومنتاتكم كلها حلوه جدا، وبجد انتوا فوق الدماغ. خليكم معانا هناكلوا مع بعض الساندوتش الكبير ده. بس قبل بقى ما نكمل الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك. اضغط لايك بقى عشان توصلوا لنا بقى احسن لاكتر ناس واكتر عدد ممكن من الناس نوصل لهم الفيديو بتاعنا. انا جيت. يلا يا جدعان، المفروض ان احنا هنعمل ايه من الوجبه؟ ثلاث وجبات، لان اصلا ماما عامله اكل تاني هتقتلنا، وانا اللي طالبه الاكل التاني فهتقتلني لو ما اكلتش منه. زي ما هو لو سمحت انا اللي هقطعهم عشان انا هحط. لا بقول لك ايه، لا احنا هنقيس والله، هنقيس اقسم بالله هنقيس. ادي 50 50 على 3 فيها كام؟ فيها 60 فيها 20، يبقى 50 فيها ممكن ايه 17 سم. يا راجل اعمل كلها 17 سم. لا 15. 17 15 و15 و15 كام؟
45 فاضل 5 دول بتوعك وانت 20 ماشي تفسك يا جدعان لا لا بص اوعى تفسك في الكومنتات هقطع بحق ربنا اهو ماشي ادي واحد ادي واحد والله يا جدعان السندوتش كبير قوي يعني ده أيوة. ده يكفيني ونص كمان يكفيني دي 17 و17 يا جدعان احنا اول مره نعمل تحدي اكل فانتوا اعذرونا شوفوا الفيديو هيجيبكم اصلا ولا مش هيجيبكم احنا عكاكين جدا انا عارفه سوري على العك اللي احنا بنعمله ده واحنا هنقول لكم برده ريفيو على الاكل ده يس ده بتاع حمو ولا انت في النص اي حاجه يلا قسم الرز ولا ناكل الرز مع بعضنا لا ناكل مع بعض ماشي يلا حمو محمد شيل الحاجات طبعا عشان الناس ذوقيا قدام عين المشاهد ما يكونش اخد حاجه ما تخليش هستخدم حاجه محمد اشرف محمد اشرف محمد حركة يلا حركة ناكل يلا يا حركة يلا يا حركة هات لنا منه عارفه الفيلم ده تفسر ده والله مش مستني اخوه هدوق بس هدوق كرسي معاك يا حركة تحفة لما رايبة تمشي مع الناس الاتيكيت حط شوية حبة رز معلقة وكيو مش بنقلس بس ايه حركة اهو نازل ايه رأيك السندوتش بتاعنا؟ يلا حركة كل واحد 17 سم ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ انا لسه فطر يا جدعان يلا يا عم لا اتغدى انا فطرت هات سندوتش هات بقى كرسي ويلا وعايزين بيبسي بسم الله انا عندي شغل I want to go to my work اللي قلته ده مش انجليزي اكيد انا عندي شغل يا جدعان اقسم بالله انا بطلع عشان عندي شغل يلا يا عم وجبنا كوبايات عشان نشرب بيبسي الترابيرة بام بام انا عندي اشوف فضول اشوف المنديل ده بيبسي بيبسي ما جبتوش كرسي ايه؟ ما جبتلوش كرسي ليه؟ سؤال حلو جدا هياكل وهو واقف طب يلا بينا حط لي بيبسي لو سمحت بص احنا ممكن نعمل حركة حلوة كل واحد في الطبق بتاعه نحط شوية رز ريزو اه كده يعني مثلا يا نهار اسود ده عليه فقر هي طول عمرها ميرسي يا بيبي ده انت امك هتشرح لا انا اللي بنضف والله من امتى ده؟ ما قلت يا انا اللي بنضف اوضتها بس اقسم بالله ما بيحصل يا عم لا لا اوضتها بس هات دق ورا انت حطيت انا عايز رز مش عايز فراخ ما هو مع بعض كلنا بس كلنا سوا بس كفايه معلش يا جدعان على الحواسه اللي احنا فيها دي بس احنا اول مره نعمل تحدي اكل يعني فمش عارفين المفروض نعمل ايه فانتوا قولوا لنا لو عاملين حاجه غلط بالظبط ما عندناش مشكله يعني اتقلصت عليا محمد جاي معانا الفيديو ده بنصه هنزل لكم هنزل لكم هات كرسي احمر كده او ايه السلام عليكم معانا بصوته طب ايه طيب قومي تجيبي لاخوك الصغير ما تضربش حبيبتي لو ضربتها والله الناس هتقوم عليك الناس بتحبها جدا ايوه اللي بتحبها اكتر من مينا انا باكل مش فاضي في ناس كذا حد دخل كلمني اصلا لا عليها مش انا قلت لك قبل كده ما بحبش كده ايه اهي اهي الحمد لله لقيت حبايه ما تجيب كرسي طيب طيب ليه؟ مكسل اطلع بره وشرف انا هاكل انا مش عايز اكل جميل جدا جميل جدا تحفه يا جماعه لو حد جربوه يقول لنا ايه رايه فيه هو تحفه والله انا وريته احنا ممكن على فكره نبقى ننهي الفيديو نكمل اكل بعدين صح عشان مش هنقعد ناكل معاكم يعني لو انتوا عايزيننا نجيب كل واحد فينا وجبه من دي ونخلصه اول واحد يخلصها قول لنا في الكومنتات صعب قوي يا جماعه ده اقسم بالله سندوتش كبير جدا جدا يعني واللي يخلصها دي 1000 جنيه 1000 جنيه واو كتير قوي لا يا جماعه بجد بس بجد يا جماعه الوجبه حلوه لا بجد حلوه وميلو بصوا عماله تنطط
على فكره جدعان بقى مالو كنت مخطط لهم على كم مقلب زبالة الزبالة بس شوية مشاكل كده منعوني عن كل حاجة دي وفلتوا مني قولي لا الوايبس تقريبا الوايبس؟ ما فيش مهن دين ايلا بجد انا اعلم حالة هو ده بجد بجد يعني بجد واحد اللي بياكل اه المفروض لا ما هو لازم نتعصر الشبيب بقى ايه؟ الوايبس عايز ننزل عليا؟ لا خلاص بجد يا جدعان يعني ده انا امسح بيدي قدام بس مستحيل لا كل ده بتاكل واحد بياكله 50 سم يعني نص متر بس احنا قاسمينه على ايه؟ انا مش قادر اكمله اقسم بالله انا عايز انا لسه ما جربتش شكله اصلا وانا انا كل ده باكل الريزو انا شايل همه اصلا انا مش عارف انا عندي شغل ودولت هيكتموني قوي والرز جواه ثلاث حتت فراخ انا مش عايز اكل قدام الكاميرا عايز اكل قدام الكاميرا؟ جماعه متخيلين انا مش عارف ايدي ده مش نص حتى ده ربع يعني احنا قاسمينه على ثلاثه بيتاكل ازاي ده؟ يعني اللي في ايدي ده كله جزء من الثلاثه فانا مش عارفه اصلا لو ده سندوتش عادي احنا مش هنقدر نكمله انا ما شايفيننا احنا مقطعه بص بقى احنا من الاخر مش جايين ولا نعمل ريفيو ولا حاجه احنا جايين جعانين وبناكل معاكم جايين ناكل سوا هنشوف الفيديو لقينا نفسنا حلوين هننزله ولو حد كان جعان بيتفرج على الفيديو ده احنا اسفين والله ما انا اصلا ما ينفعش اتكلم من البق ايوه انت معفن انا مش مسامحاك على المقلب اللي انت عامله فيا قبل الفيديو أيوة ده يا جدعان مقلب جامد لو انتوا ما نزلتوا لو ما شفتش المقلب بتاع الذهب كده انزل شوفوا هتلاقيه في الفيديوهات قبل الفيديو ده على طول مش هسيبه انا مش هسيبه وده كمان مش هسيبه نعمل لا عشان انت دخلت معايا وكده مش هسيبكم انتوا الاثنين انا واحد لسه صاحي من النوم نيته بيكلمني بلبس وراح شغلي تمام لقيتهم بيتكلموا حسيت ان الموضوع فيه مقلب صراحه احساسي رحت مزعق لقيت حمو تنشن رحت مزعق تاني وتالت عرفت بقى اللي هو ايه انا اتغمست بره اصلا معلم ولو الحوار اصلا كان جد ما كنتش هسكت اكيد طبعا هتعمل ايه يعني خليها مره ثانيه اخرك ايه خليها مره ثانيه اما نحب نشوفه خليها مره ثانيه على فكره في ناس ياما بتكلمني تقول لي اعملوا كذا وكذا بس انا ما بقدرش جماعة انا في بنات كتير بجد بعتلي اعمل مقالب وفعلا المقالب اللي انتوا بعتهم لي انا فعلا هعملهم بس انا بحضر لهم كده عشان اعملهم مش عارف مين انا مش عارفه اكل سندوتش بجد كبير جدا عليا جعانة حرام كده والله العظيم انا عارف اكله وقعدي ساكته انا بقى قد كده قدام الكاميرا ما هو بحاول اكل فك عليها انا بوقي كبير الحمد لله عشان كده عارف اكل ما تيجي نعمل الفيديو مش هنخلص الاكل لا خليهم قاعدين معانا لا لا كفايه عشان اعرف اكل خليهم قاعدين معانا شمر بقى لا وبوظ الدنيا لا تمام كده قبل ما نعمل الفيديو بس حبيت ارد على مسج جات لي على الانستجرام على فكره انتوا بتاكلوا بس انتوا بتاكلوا يعني من غير اسم الشخص اللي بعت المسج او من غير هو بعت ايه احنا عارفين احنا بنعمل ايه كويس وعارفين حدودنا كويس قوي وما بنعديهاش لاي سبب من الاسباب ويا ريت مجرد اعجاب بينا او احنا اخواتكم او احنا اصحابكم او احنا اي حاجه بالنسبه لكم بلاش نتعادى في خصوصيه بعض يعني بلاش تدخلوا في حياتنا قوي يعني كل واحد خليه في حاله من الاخر عشان في مسج جات لي انا كطابع انا شخصيا وهم عارفينه كويس انا ما كنتش اعدي المسج وكنت عشتي وهزق وانا هيبقى فيها مشاكل وبتاع بس عشان ما ينفعش نعمل كده انا عديتها بس بعد اذنكم بلاش حد يبعت لي مسجات تزعلني او تخنقني عشان انا ما بتقفل بسرعه واحده مسا عليكم بعدين بقول لكم مش عارفين طبعا بس. لا اوب كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو احنا هننهي الفيديو هنكمل اكل عادي ما تنسوش طبعا تعملوا لايكس بعدين كده كام لو في واحد بعت لمحمد مثلا مسج مش حلو او كام في مليون واحد او مش مليون واحد بس في ناس كتير اكتر بتحبنا يعني فسواء انت اللي بعت المسج او كده مثلا قلت كلام مزعله او كده فانت خليك في حالك يا ريت يعني لو انا احنا مش عاجبينك ما تفرجش علينا اصلا يعني احنا لسه جداد اصلا ما تفرجش علينا اتفرج على ناس تانية لا بجد حياتي نرفز انا لسه ما شفتش المسج
بس من كلام محمد ان هو متنرفز يعني، بس ما تفرجش علينا سهله خالص يعني. وطبعا في ناس كتير قوي بتحبنا، دول طبعا على راسنا، واحنا اصلا بنعمل الفيديوهات دي دول عشانهم. الاكل طعمه حلو على فكره، مش عشان كده بيتكلموا، بحبنا بنهتم اصلا. ماشي يلا، ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، تعملوا سبسكرايب، تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي عملناها. انا اللي هقول ياما، انا بقالي ياما ما جيتش هنا. ما تنسوش تعملوا لايك. قول يا اخويا قول. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه فولو للاكونتات على الانستجرام. طيب سلام.